مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موت لقمان الحكمة إيثنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، فبتحية الإسلام جميعا نحييكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الصفقات الرابحة في شهر التجارة مع الله، في شهر القرآن العظيم، في شهر الجود، في رمضان الكريم. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وخرج الإمام أحمد بزيادة في آخر الحديث قال: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأجودين وسيد الكرماء صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. ففي هذين الحديثين نستفيد أن المؤمن لا يعيش لنفسه فقط، بل يعيش لنفسه ويعيش لغيره. المؤمن من يتذكر ذلك الضعيف، ذلك المحتاج، ذلك الفقير، ذلك الذي لا يجد ما ينفق على نفسه أو على ذريته، فيواسيه فيطعمه ويسقيه ويعينه على نفقة أهل بيته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الزمن فاضلا كشهر رمضان، أو كان المكان فاضلا كمكة أو المدينة المنورة، فيكون الجود فيها أكثر. لهذا قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز جوده عن جوده في سائر الأيام، يتميز جوده في رمضان عن جوده في الأيام الأخرى، فكان كثير الجود وكثير العطاء في شهر رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالمؤمن كذلك لا بد أن يكون جوادا، أن يكون صاحب عطاء في شهر رمضان حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إن الله جواد يحب الجود وكريم يحب الكرم. كذلك طالما أنه يحب الجود لا شك أنه يحب أهل الجود، ويحب الكرم لا شك أنه يحب أهل الكرم. فجاء في حديث آخر كذلك أن شهر رمضان هو شهر المواساة، وهو شهر الإطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام، أن يقول الناس حسنا، لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والنهار.
وهذا ولربما قد يحصل لكثير من الناس في شهر رمضان، أن الناس في شهر رمضان يستطيعون أن يحسنون الكلام ويستطيعون أن يطعموا الطعام ولو بشيء قليل ولو بشيء يسير، ليس بالضرورة أن تصنع سفرة ولو بشيء قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمرة. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم في شيء أو من شيء، فهذا في شهر رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، أي على شيء يسير، أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يعني انظر إلى الجود، انظر، وهذا والجود في رمضان إنما ينتج عن رحمة المسلمين بعضهم ببعض، لأن الصائم يتذكر ذلك الذي هو يعني يعاني الجوع في عامه أو في سنته كاملة. أنت يعني لأن الصوم في الحقيقة الصوم مدرسة، ومن مدارس الصوم أنت أيها الصائم يعني في تلك الساعات التي تصومها تتذكر أولئك الذين هم طوال العام في فقر، في جوع، في منقصة، في مسغبة. لهذا قال من فطر فيه صائما، وقال: الرحماء يرحمهم الرحمن، فهو شهر الرحمة، فنحن رب العالمين خلقنا أن يرحم بعضنا بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشد بعضه بعضا، فهكذا المؤمن يعني يرحم أخاه، المؤمن يتفقد أخاه، المؤمن يطعم أخاه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.